من هناك نرحب بضيفنا السيد دان ريني، الباحث في العلاقات الدولية الذي ينضم إلينا الآن. سيد دان ريني، أطرح عليك السؤال الذي طرحه ضيفنا من الخليل دكتور عماد بشتاوي. هو يقول لك: هل الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هي غير قادرة على ضبط سلوك إسرائيل، أم أنه تبادل للأدوار بين واشنطن وتل أبيب؟ شكرا جزيلا على استضافتي هنا اليوم. ما سمعناه اليوم بعد الهجوم أنه كان اجتماع تحدث فيه الجميع حول ما حدث، ولكن كان مجهولا. ولكن الولايات المتحدة تفاجأت بما حدث اليوم، وإذا تم حدوث هذه الاجتماعات بالفعل كما وضحت التقارير فكان هذا مفاجئا بالنسبة لنا. والولايات المتحدة كانت أدانت إذا علمت ما كان سيحدث، أو كانت أوقفت ما كان سيحدث من خلال الضغط، وهذا ما يحاوله هاريس وبايدن. طيب، لكن سيد دان ريني، لماذا لم تبادر الولايات المتحدة الأمريكية بوصف هذا الحادث أو هذه التفجيرات بأنها عمل إرهابي؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات كافية، أو المعلومات التي تمتلكها تأتي من مصادر غير معروفة، لذا أعتقد أن سيكون هناك تصريح في الأيام المقبلة حيال ما حدث، ولكن حتى الآن ليس هناك شيء رسمي حول الهجوم، لذا أعتقد أنه سيكون في الأيام المقبلة تصريح بعد معرفة ما حدث بالضبط. لذلك كان علينا أن يكون هناك تقارير أكثر ومعرفة ما حدث بشكل أفضل عن ما حدث. كان هناك مقابلات مع كاملا هاريس اليوم، وتحدثت أمام الصحافة الأمريكية ذات الأصول الأفريقية، ولكن لم يتحدثوا عن ما حدث اليوم، لذا أعتقد أنه في الأيام المقبلة سيتحدث عن ما حدث، وسيكون هناك طلب للرد من واشنطن. طيب، ولكن سيد دان ريني، إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بجمع المعلومات بالفعل وثبت أن إسرائيل متورطة في هذه التفجيرات التي حدثت في لبنان، وإن كان مستشار بنيامين نتنياهو في تغريدة له على موقع إكس ألمح إلى ذلك ثم بعد ذلك سارع وقام بحذف التغريدة، إذا ثبت أن إسرائيل هي المتورطة، هل تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على أن تصف هذا الحادث بأنه حادث إرهابي؟ أعتقد أن ما تفعلها حكومة بايدن الآن لمحاولة توصل لحل سلمي للنزاع بشكل كامل هو شيء جيد، فهم يحاولوا لوقف إطلاق النار وتوفير مساعدات إنسانية لحل المشكلة الخطيرة في المنطقة، لذا أعتقد أي شيء يؤدي إلى تأجج النزاع كما حدث اليوم سيحاولوا تجنبها، أو كانوا يحاولوا تجنبها إذا كانوا يعلموا ما كان قد يحدث. لا أعلم ما يحدث في هذه الاجتماعات، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة والقادة كانوا يعلمون ماذا سيحدث، أنهم لم يسمحوا لذلك، كانوا يحاولوا أن يوقفوها لتقليل النزاع وتأجج الموقف. وعلى الرغم من ذلك إسرائيل قد تقول أن هذا جزء من نظام الدفاعي وحقها في التواجد، وأنه يرى ذلك أنها عملية حربية لتقليل الهجمات الإرهابية التي يعانوا منها أو يتوقعوا أن تحدث عندهم،
لذا أعتقد أن إذا كان هناك تأجج في الموقف وزيادة في التوترات، وهذا ما رأيناه في الأيام الماضية، فهذا الحدث سيجعل العديد من الأفراد يترددوا إذا أردوا أن يزيدوا من هذا النزاع، وسأحاول الآن لحل هذه المشكلة. طيب سيد دانا ريني، أرجو أن تبقى معنا فقط لننوه إلى مجموعة من الأخبار العاجلة التي وردت إلينا للتو. وزارة الاقتصاد التايوانية تشير إلى أن لديها سجلا للتصدير المباشر، ليس لديها سجلا للتصدير المباشر إلى لبنان. وزارة الاقتصاد التايوانية تقول أيضا أن الشركة المصنعة لأجهزة الاتصال ترجح إدخال تعديل على الأجهزة بعد تصديرها. ولكن أعود إليك سيد دان ريني بشكل عام، أعود إلى السؤال الكبير الذي طرحته عليك، أعود إليه مرة أخرى، لماذا لا تصف الولايات المتحدة الأمريكية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الهواء مباشرة، سواء كان ذلك على الحدود اللبنانية أو حتى في قطاع غزة أو في عموم الأراضي الفلسطينية، بأنها أعمال إرهابية؟ ما الذي يمنعها؟ مجددا، أعتقد أن هناك ثمن يدفع لذلك. إذا كانت إسرائيل تزعم أن هذا جزء من حقها في الدفاع عن نفسها، لن يستطيع يفعل شيئا. اعتقد ان حكومه بايدن بالفعل قامت بتوبيخ اسرائيل، ولكن علينا ان نتذكر ان الموقف محتدى الان لمحاوله اعاده انتخاب كاميرا، فالموقف السياسي الآن متوتر، فبايدن وكامالا سيحاول أن يتعامل مع موقف على الرغم من التحديات والتراث وخوفا من عدم فوز الانتخابات إذا لم يعالج الموقف. وعلينا أن نعرف لماذا حدث هذا الهجوم، وكيف حدث. إسرائيل ستضطر أن تشارك المعلومات مع البيت الأبيض، ولا أستطيع أن أتخيل إذا كان البيت الأبيض أو البنتاغون يعرفون بما كان سيحدث أنهم كانوا سيسمحوا بذلك.